بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ الحديث اليوم بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لجميع المؤمنين والمؤمنات. طب إذا كانت كل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم، يبقى المفروض مني أن أنا أعمل إيه؟ أطيع هذه الأم، أحب هذه الأم. طب إزاي نحبهم؟ لما نعرف سيرتهم هنحبهم، لازم أتعرف عليهم. سيرة كل واحدة منهن، سيرة كل واحدة منهن عطرا. لو تمسكت كده بسيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هتكوني أم صالحة وأخت صالحة وزوجة صالحة، ويكون المجتمع كله مجتمع صالح. اخترنا النهاردة شخصية هي من الشخصيات الهامة والمؤثرة في الإسلام. ده مش هي بس اللي كانت مؤثرة، ده كان أباها رضي الله عنه مؤثرا في الإسلام تأثيرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. طب الإسلام عندنا ربنا سبحانه وتعالى أعزه بمن؟ تجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعز هذا الدين بدخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دين الإسلام. إذن حديثنا اليوم عن السيدة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا عمر من أعز الله به الإسلام. طب من كانت أمها؟ من هي أم السيدة حفصة؟ سيدنا عمر تزوج بأكثر من واحدة. أمها زينب بنت مضعون. طب زينب بنت مضعون دي احنا ما نعرفش عنها غير القليل، عايزين نعرف مين هي عشان نعرف السيدة حفصة في أي بيئة نشأت. أخوها، أخو السيدة زينب، هو الصحابي الجليل عثمان بن مضعون. هو معاش كتير، سيدنا عثمان معاش كتير، لكن كان له أثر برضه في الدين. هنذكر ليه قصة جميلة قوي بتدل على عظم هذه الأسرة. سيدنا عثمان بن مضعون لما اشتد إيذاء المشركين للمسلمين، الوليد بن المغيرة قال له: لا، ما اقدرش اسيبك تتأذي من الكفار، فانت هتدخل في جواري وتعيش منعم. وعاش بالفعل منعم، لكنه كره هذه العيشة. حد يعيش منعم ويكره العيشة دي؟ هو كرهها. ليه؟ لانه كان يرى اصحابه يعذبون، هم بيعذبوا مش لاقين ياكلوا مش لاقين يشربوا، وانا عايش باكل وبشرب. فراح رايح سيدنا عثمان للوليد بن المغيرة وقال له: ايه يا وليد، رددت عليك جوارك، انا مش عايز الجوار بتاعك ده. فراح الوليد بداهة كده قال له: ايه، هو انت لقيت جوار احسن مني؟ مين يعني اللي هيكون هيحميك؟ قال: نعم، وجدت جوارا اعز من جوارك. فقال: جوار من؟ قال: جوار الله. ربنا عنده هو اللي هيعزه. وخرج سيدنا عثمان ابن مضعون وذهب الى النادي اللي بيقعدوا فيه الكفار، فوجدهم يستمعون للشعر. فالشعر بيقول ايه؟ كل شيء ما خلا الله باطل. فقال: صدقت. ايوه، كل شيء ما عدا ربنا سبحانه وتعالى باطل. بس هو كان من عادة العرب ان لما يكون الشعر بيتكلم محدش يتكلم، لكن هو سيدنا عثمان قاصد يسرهم. فالشاعر سكت، ما هو بيمدح فيه. وبعدين راح قايل ايه الشاعر؟ وكل نعيم في الدنيا زائل. فراح ردد سيدنا عثمان بن مضعون وقال له: ايه، كذب. لا، مش كل نعيم زائل، في نعيم في الجنة. صحيح الجنة في الآخرة، لكن الناس الشهداء اللي بيموتوا في الدنيا بيذهبوا إلى الجنة. فقاموا عليه الكفار: ايه ده، مين ده اللي بيقول كده؟ فقالوا لهم: لا اتركوه، ده هو في جوار الوليد بن المغيرة، محدش يجي جنبه. فقال لهم: رددت عليه جواره، مش خايف، ده هو عايز يدافع عن هذا الدين. فانهالوا عليه ضربا، مسكوه ضربوه. فالوليد بن المغيرة عد عليه وقال له: ايه، لقد كنت في عز في جواري،
لكن دلوقتي انت مهان، رد عليه وهو ايه، وهو مضروب وخسر احد عينيه، وقال له والله ان جوار الله اعز اليه، وعيني اللي انت شايفها دي انها خلاص ضاعت، عيني السليمة مشتاقة ان يحصل ليها اللي حصل للعين الاخرى. تخيلوا، ده خال السيدة حفصة، اخو السيدة زينب بنت مضعون، يبقى ابوها عمر، امها زينب، خالها عثمان بن مضعون، من اخيها الشقيق؟ عبد الله بن عمر، احد العبادلة الاربعة المكثرين من رواية الحديث. ده بيقال ايه؟ ان عبد الله بن عمر كان احرص الناس على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي البيئة اللي نشأت فيها. تزوجت السيدة حفصة في سن صغيرة، حوالي 12 سنة، وقلنا ان دي طبيعة البيئة في هذا الوقت، من رجل، شوفي حتى الرجل اللي تزوجته كان له قدر، من رجل اسمه خنيس ابن حذافة، ابن حذافة السهمي، وهو اخو عبد الله بن حذافة اللي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر، يعني اسرة متعلقة بهذا الدين، اسرة قوية. تزوجت السيدة حفصة من هذا الرجل، وعاشت معه، وهاجرت معه الى الحبشة، وهاجرت معه ايضا الى المدينة. وشهد خنيس غزوة بدر، وقاتل فيها قتالا شديدا، وشهد غزوة احد. وايه؟ احنا عارفين ان في غزوة احد حصل ان المشركين، ان المؤمنين ضعفت الشوكة في بعض الوقت، فكانوا بيحاول المسلمين ان هم يحموا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن الصحابة اللي وقفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحموه سيدنا خنيس زوج السيدة حفصة، وجرح في هذه المعركة، وخرج منها وذهب الى بيته، وجلست السيدة حفصة تعالجه فترة من الزمن، لكنه استشهد بعد ذلك، مات، ما قدرش يتحمل هذا الجرح. وترملت السيدة حفصة وهي في سن 20، 20 أو 21 سنة. يجي هنا دور الأب، عمر القوي الشديد، مع القوة دي عندما رأى ابنته ترملت في هذه السن ألم به الحزن الشديد، وحزين بنته اللي ترملت في السن دوت، حزين عليها، زعلان علشانها. طب يعمل لها ايه؟ يعمل ايه؟ تفتكروا عمر بهذه العزة وهذه القوة يعمل ايه؟ يبحث لها عن خطيب. دلوقتي لما نقول للأب كده، لا طب شوف لبنتك رجل صالح، ازاي يعني انا نزل من كرامتي وادور ليها على عريس ازوجه لها؟ طب ما سيدنا عمر بن الخطاب عمل كده. الاكثر من ذلك، مش سيدنا عمر، سيدنا شعيب، لما سيدنا موسى قعد جنب الشجرة وبنات سيدنا شعيب عدوا عليه كده، فمش عارفين يملوا مية، فسيدنا موسى ساعدهم وملالهم المية وصلهم، فواحدة من البنات بتقول له ايه، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي مالت لخلق هذا الرجل. طب سيدنا شعيب عمل إيه؟ طلب سيدنا موسى، قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إذن هذا ليس أمرا سيئا، المهم هو اختيار زوج صالح، مش اختار على أساس الفلوس، لا أنا اختار لها فلان علشان عنده مال لكن ما عندوش دين، لا انا هختار لها فلان علشان عنده بيني وبينه مصالح، لا ليس هذا هو الدين، لا انا بختاره لدينه ولصلاحه. علشان كده تفتكر عمر عندما فكر ان يخطب احد الصحابة لابنته، فكر في من؟ ابو بكر الصديق، بداهة لازم اقرب الاقرباء الى النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الصحابة. فذهب إلى بكر وقال له بقوة، أتتزوج حفصة؟ فسيدنا أبو بكر سكت، فعاد عليه الكلام فسكت ومشي. فغضب سيدنا عمر لذلك غضبا شديدا، شعر بإهانة. ده أمر. الأمر الثاني إن ليست هذه أخلاق أبي بكر، إن واحد يطلب منه شيء وما يردش عليه. فذهب إلى عثمان بن عفان وقال له أتزوج حفصة؟
فسكت سيدنا عثمان في الاول، فاعاد عليه الطلب، فقال سيدنا عثمان لسيدنا عمر ايه، امهلني فتره، سيبني شويه. فتركه فتره فلم يرد عثمان. فذهب عمر، بيحكي سيدنا عمر بيقول فذهبت فوجدته في المسجد يصلي، فراح قعد جنبه مستنيه بقى. فسيدنا عثمان اطال في الصلاه وسيدنا عمر منتظر، يعني بيطيل ليه وعارف ان انا عايزه. فبعد ما خلص قال له ايه، لقد سالتك ان تتزوج من حفصه ولم تجبني. فقال سيدنا عثمان لسيدنا عمر ايه، انا لا اريد ان اتزوج في هذا الوقت يا عثمان. كانت لسه زوجته السيده رقيه كانت قد ماتت يعني لها فتره قصيره. فخرج سيدنا عمر حزين، يعني ايه ده، سيدنا ابو بكر يرفض وسيدنا عثمان يرفض. وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر وشكى له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له يا عمر ان الله سيبدل حفصه بمن هو خير من عثمان، وسيبدل عثمان بمن هو خير من حفصة. سيدنا عمر سكت، لم يفهم العبارة في بدايتها، اللي عثمان هياخد واحدة أحسن من حفصة وحفصة هتاخد أحسن من عثمان، إيه العبارة دي؟ وبعدين قعد كده كعادة عمر وبدأ يتفكر ما معنى هذا الكلام، حفصة تتزوج أفضل من عثمان، ومن يكون أفضل من عثمان؟ إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح عمر فرحا شديدا. طب وعثمان هيتزوج أفضل من حفصة، مين؟ أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل من حفصة. ففرح وكبر عمر وخرج متهللا. مين اللي قابله في الطريق؟ سيدنا أبو بكر الصديق. فسيدنا ابو بكر لما راى سيدنا عثمان سيدنا عمر فرح، عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بانه سوف يتزوج حفصه. فسيدنا ابو بكر ذهب لسيدنا عمر وقال له ايه، انت لما عرضت علي حفصه وانا رددت عليك هذا العرض، انت زعلت مني؟ فسيدنا عمر قال له زعلت منك. شوفي سيدنا ابو بكر بيساله، مش احنا تقولي ايه، لا مش مشكله، ايه يعني زعلانه ما عملتلهاش حاجه، لا هو كان حريص انه يرضي سيدنا عمر على رغم انه لم يفعل معصية. لم يفعل معصية ليه هنعرف. فسيدنا عمر قال له انا زعلت منك. فرد عليه سيدنا ابو بكر وقال له ايه، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امامي حفصة وانه سوف يتزوجها، لذلك رفضت ان اتزوج بحفصة ولم استطع ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قدرتش اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم هيتزوجها. انتوا متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم قال لمين انه هيتزوج بحفصه؟ لابو بكر. ابو بكر ده ابو مين؟ السيده عائشه. السيده عائشه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر اباها بانه سوف ياتي عليها بامراه اخرى، ومع ذلك سيدنا ابو بكر لا ينكر هذا الامر على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتم سره. ده كان اولى بيه بقى لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتزوج حفصه، لما سيدنا عمر يقول له تعال اتجوزها يتزوجها، يقول ايه، علشان بنتي ما يجيش لها ضره اخرى. لكن سيدنا ابو بكر هو يعلم الامه، هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبيبه، هو صاحبه، هو يعلم لماذا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصه. بعد كده يمشي سيدنا عمر ويقابل سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان يسأله نفس السؤال، يقول له هو انت وجدت في نفسك شيء مني لما طلبت مني اني اتزوج من حفصة وانا رفضت؟ فيقول له انا زعلت. فسيدنا عثمان يقول له ايه، لقد ذكرها امامي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم استطع ان افشي هذا السر، فلم استطع ان افشي هذا السر. شفتوا الصحابة كتمان الأسرار، أجي أول درس بنتعلمه، كتمان الأسرار حتى على عمر. حتى على عمر، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عمر بهذا السر خلاص مش من حقنا.